مساء الخير ومساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا. طبعا بدايه كل التوفيق لرجالتنا النهارده. ماتش صعب مش سهل، لكن ان شاء الله باذن الله نجوم منتخب مصر اداه قدود، والعروض اللي اتقدمت يمكن في دور المجموعات تقول ان شاء الله باذن الله منتخب مصر قادر على تجاوز عقبه النهارده. كل التوفيق لابطالنا. ونرجع للاهلي، كلام كتير الحقيقه، ومن اول امبارح ما تم الاعلان عن قرعه كاس العالم للانديه، وناس كتيره جدا، يعني انا شايف انه في توجهين، ناس كتيره جدا بتفكر في ماتش بايرن ميونخ، وانا مش مع التفكير ده طبعا اطلاقا. اتمنى ان شاء الله الاهلي يصعد لمقابله بايرن ميونخ في قبل النهائي، وناس كتيره جدا بتتكلم على الدحيل اللي الكلام عنه لغايه اللحظه دي مجرد انطباعات، يعني بنسمع انه واحد من الفرق القويه في قطر، بنسمع انه بيضم اسماء من العوار الثقيل. نتائجه طبعا من اول تاسيسه هو نادي كان اسمه الاخويا عند تاسيسه في 2009، وبعد كده اندمج مع نادي الجيش وبقى اسمهم نادي الدحيل في قطر. والحقيقه زي ما قلت عنده كوكبه كبيره من النجوم، لكن لما نيجي نبص للدحيل بشكل موضوعي او بشكل علمي نلاقي لا، الحقيقه فرص النادي الاهلي كبيره جدا في تخطي مباراه الدحيل ومواجهه بايرن ميونخ بشكل كبير. النهارده هنقرب حضراتكم بالدحيل بالتفصيل، وهنتكلم على مواطن القوه ومواطن الضعف واهم اللعيبه اللي موجودين في الفريق، نقاط القوه، الثغرات اللي ممكن الاهلي يلعب عليها ويستغلها، كل ده هيكون حاضر في حلقه النهارده.